شلون الصحة؟ قناة الرشيد الفضائية، خل أحول منك شوية. شلون تعليمي 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 أنت؟ تعليمي لا. شلون الصحة؟ جوائز وهدايا رجل نقدمها لكم، مخطوبين متزوجين، شنو الفيلم عشان؟ متزوجين. قصاتكم؟ شهر. أنا عرفت، عرفت حبوبي لو ما عرفت؟ بالخوة. عرفت، قلت لابسين أبيض، لو قلوب وأنتم يعني إن شاء الله قلوبكم بيضة. حبيبي بس توقعت إنه أنتم عرسان جدد. الاسم بالخير. محمد. حمودي كلها لأبو جاسم. الاسم بالخير. ود. ما تلاحظ الاسم يعني شوية. إيه إيه هو ود يعني بسرعة بعدني ما بادي بيه يخلص. أنا أخلص يعني بيأسه هيك بيستوب يعني بسرعة ود. ربي يحفظكم إن شاء الله زواج سعيد إن شاء الله يا ربي وبالرفاه والبنين. سؤالين تحصدون بي جائزتين مقدمة من قناة رشيد الفضائية. سؤال بالهيدفون وسؤال بدون هيدفون. طول هيدفون شباب، هذا المايك إلش. ود وهذا المايك إلك. طيب المايك بالهيدفون عشان إلش. حلو. ها خلي شوي الموسيقى، خلي شوي الموسيقى. سؤال سريع، شو وقت اخر مره قلت لها احبك؟ صار لكم شهر متزوجين؟ اي يلا اليوم، اليوم الصبح يعني. حلو. من قاعد من حلو عاشت ايدك. ارفع الهيدفون. سؤال واحد، صار لكم شهر متزوجين، كم مره قلت لك احبك؟ هواي هواي يعني 30 مره على عدد الايام؟ اكثر اكثر. زين اخر مره شو وقت قال بو علي؟ ايه اخر مره ايش وقت قال لك احبك؟ البارحه او البارحه؟ البارحه لو اوت البارحه. لا الوقت البارحه نسيتها مال اليوم. وانت اليوم نسيتها؟ اليوم نسيتها؟ يقول اليوم الصبح اول ما قعدت من النوم. اليوم ما قعدنا من النوم نسيت. شوف دائما البنات في جانب نسيت. لا قلت لها نسيت لو قال نسيت. راعي بعد ما بلش بعد لا منا الشهر ابي هاي هي يلا عقوبة ليش بعد بس واحدة. ومبروك عليكم خسرتوا اول جائزة. وين جايب الجائزة يعني؟ جاوبوا غلط. خسرنا اول عليه. هاي سالفة اليوم، سالفة الاحبش ماذا تضبط عند المتزوجين بصورة عامة اليوم؟ ثلاث عوائل اربع عوائل كلها يعني. حلو. اول سؤال انتهى من عنده. السؤال الثاني اعطيني الاسئلة شباب. حلو عاشت ايدك. راح اسألك السؤال، يقول تريد علمي بصورة عامة انت خريج شنو؟ يعني ما سادس اعدادي. بس سادس اعدادي وانتي؟ اداب. اداب ما شاء الله. تريدين سؤال علمي لو ادبي لو معلوماتي عام؟ شو تريدين؟ لازم تربحون معلومات عامة. حلو. ما هو الشيء الذي لا تستطيع اكله في الفطور والغداء؟ يعني شيء ما نقدر ناكله لا بالريوق ولا بالغداء. شيء ما نقدر ناكله لا بالريوق ولا بالغدا. شنو قرب المايك علي؟ انا كل شيء اكله. شيء ما نقدر كلنا ناكله لا بالغدا ولا بالريوق. اجاوب فلفل حار؟ لا فلفل حار والله ما تدري فلفل حار سوى نبي في الحلقات الراحت يابا. هو العشاء. حلو خليه يروح. لازم افوزكم اليوم عرسان جدد. صار لكم ايش قد؟ شهر. شهر؟ كم مره قايل احبس؟ حلو نرجع. اوكي السؤال يقول، لا تبغى على أسئلة. شنو عندك امتحان بين باكر؟ زين ما هو أشهر إلك أنت لا تجاوبين، ما هو أشهر نوع من أنواع الأسماك التي تعيش في البحر الميت؟ القطان، عندك الزبيدي، لو الكارب. كارب. كارب. طلعتها من قلبي. أدري. جوابه صح لو غلط بس قول لي إيه لو لا. جوابه صح الكارب. راح أعيد السؤال، ما هو أشهر أنواع الأسماك التي تعيش في البحر الميت؟ عندك القطان، عندك الزبيدي، عندك الكارب. تغير عن الكارب لو أعيد آخر مرة السؤال. لا عليه أريد أربحكم. ما هو أشهر أنواع الأسماك التي تعيش في البحر الميت؟ هل هو القطان أم الزبيدي أم الكارب؟ القطان. القطان. ها ها اشر لك المصور مو يا ابو البحر الميت شنو؟ ها البحر الميت ما يعيش ما بي يا ابو ما بي ما هو اليوم الصبح ما قال لك احبك لو بدا قال كان فزنا ورحنا شوي يابا يابا اليوم الا ربحكم ما اعرفكم اليوم. السؤال اللي بعده يقول عمار ما هي عمار
قناة الرشيد برنامج طباخ أرد أشارك. العفو بس أكمل وياهم. لا أنا أرد أشارك، مامي وبابي منتظريني. مو متزوجين صار لهم شهر بس أكمل وياهم. وأني مامي وبابي منتظرين أرد أشوف الأرنوب. حتى جائزة مرة. أرد أشوف الأرنوب. يا بتم يلا تعال. ما هو بس دقيقة وياها بس. ما هي؟ ترى عيب ورب العيب والله. لا لا مو على العيب، لا بس ما احنا بس ما في شيء عيب، بابا ماما منتظريني. حلوة ما ادري اقول لك. ليه؟ شيء مو ده يحكي وياك. لا لا بس دقيقة واحدة بس ها؟ يابا بس اكمل وياهم بس اكمل. ما يصير اني بابا ماما منتظر، ارد اشوف الارنوب. شايفين؟ ارد اشوف الارنوب. يلا شوف بس عيني؟ ارد اشوف الارنوب. بس السؤال يقول بس سؤالين سؤالين اوه لا ما يصير والله لا لا بس سؤال لا روح لا روح لا لا مو على تروح انت ما ربحت انا شلون انت ليش ما وياك ارنوب جنبك اشوف لا بس لا روح لا بس اسمح لي بس لو يالو انا لا اصدق لا لا انا ليش ما تنطوني مجال بس شوي اشترك بس وياهم بس صدق يلا هسه ما تقولي لي انت لا تقدر وضعي ولا تي تقدرين وضعي بابا وماما منتظريني ارد اشوف الارنوب ما هي اصغر دوله عربيه بالمساحه يلا بالله بس ما هي اصغر دوله عربيه بالمساحه يلا بس لا سؤال واحد بس لا سؤال لا تفضل بس دقيقه لا رايحين دقيقه بس انت ما ربحت ولا جائزه طول الجائزه مري جائزه لا ابد لا تاخذ جائزه مبروك على كل جائزه هذا مطلب من منك هذا رد نشوف رد ادفع زين شلون نقول لي حلوه قدام خطيبتك؟ ايش اسوي؟ وين حلوه؟ ها؟ ايش اسوي؟ انا ما حكيت من يمك هذا خطيبك شو يقول حلوه؟ لا عادي عادي ما ابي شلون بابا ماما زين زين انا متاكد زوجتك هي عينك احلى نساء الكون نظرك انت اي صح صح؟ تقولي ما ادري انت تشكين بالموضوع؟ احب الحلوه تعال تدرين تدرين؟ قدامك شو تسوي؟ وسالفته؟ بعدين نرجع مبروك احنا ما عليه احنا طبابين خير مبروك عليكم الجائزه وحياتك حبيبي لا ما في شيء صالحيه خاف زعلت؟ لا عادي بدي ارد اشوف الارنوب بدري شو بدري اشوف الارنوب بدري اشوف الارنوب اه صدق؟ روح اشوف الارنوب يلا ربي يسعدكم يلا حبيبي ربي يسعدكم ويخليكم وتحياتي لكم وزواج سعيد اذا مستمرين وخلنا نشوف الارنوب يا ارنوب يا معوده خلنا نشوف يا عائله راح نلتقي بها تعال وياي شلون الصحة؟ قناة رشيد الفضائية هدايا وجوائز تربحوها. أهلاً وسهلاً. شاركون؟ أبو؟ أبو فاطمة. أبو فاطمة تعال يمي، أم فاطمة خليك يم أبو فاطمة. وين فاطمة هياك؟ أسراء. فاطمة وين؟ فاطمة بالبيت. أكبر منهم؟ إيه. أنت بعدك ما شاء الله صغير، إيش قد عمركم مزوجين؟ عين عليك باردة. إيه والله. 18 سنة ومتزوج. 18 سنة يعني قد صار لك هسة أنت متزوج؟ صار تقريبا 12 سنة 12 سنة 13 سنة ربي يسعدكم والله عندك بس فاطمة والاثنين فاطمة واسراء أموني تعال يمي تعال يمي شاطرة انت لو مو شاطرة 3 زائد 0 0 0 لا شاطرة 3 زائد 0 0 3 في 0 0 ترتبكم قدام الكاميرا الحق بس بابا وماما ان شاء الله ما يرتبكم اسئله سهله دراسي بما انه صار لكم 13 سنه متزوجين نعم. سؤال بالهيدفون وسؤال بدون هيدفون نعم. ماشي نعم راح تلبس هيدفون واسالك سؤال بسيط وسهل طيب الهيدفون ثلاثة عشر سنه متزوجين نعم شو كنت اخر مره قلت لها احبك احنا العراقيين شويه نحسين في كلمه احبك خصوصا يعني الزلم اول بارحه اول كم مره قال لي احبك عدل لا وايد وايد ربي يديم المحبه ان شاء الله ارفع الهيدفون ام فاطمه مو ام اسراء ام اسراء زين ليش مو هذا ابن اخويا اه ابن اخويا بنت اخوي بنتي الله الله يخليك سالت سؤال جاوبني عليه راح تفوزين معي كم مره قال لي احبك اول ما تزوجنا حلو اخر مره قال لك احبك اليوم لو البارحه البارحه بنت مرضت البارحه بنت مرضتي ايه. اول جائزه خسرتوها
يلي قوت البارحة. شو بدك تتمرن فيه؟ أول بارحة أنا. البارحة لا ما نزلت. البارحة لا. أول بارحة. أنا بدي أعرف من المنظر. تعال بس خلينا وجهنا على الكاميرا. منو قوت البارحة ولا البارحة؟ ما انت اتذكر وين السفر مجهز وقعد ما عليه فلاونزا البارحه لوت البارحه اول بارحه اول بارحه عندي غلط غلط مظلوم حبيبي تعال حبيبي اوكي حبيبي دير بال ما يخرب احسبها علي تدويلك هاي دائما هاي نقول احبك واحبكم ربع وضاع ضايع شرفكم جاهزه شنو قلبك الله يسعدك اكيد احنا يسعدنا انه نلتقي بالعوائل العراقيه هي هاي غايتنا وقناه الرشيد دائما هي قناه العائله العراقيه الراس غايتنا انه تربحون جوائزنا حلو حياتينا طيب راح اسالكم اسئله معلوماتيه عامه زين وسهلة زين حضرتك اليوم واصل بالدراسة يعني متوسط أول متوسط وانتي ثاني مش ابتدائي معلومات سهلة أصغر دولة عربية يا دولة أصغر دولة عربية أصغر دولة عربية أعتقد البحرين تعتقد البحرين؟ لو الكويت لو الكويت وجوابك صح لكن من هي؟ الكويت الكويت ما هو الجواب نهائي هو يقول البحرين وانت تقول الكويت جوابكم اثنيناتكم ما شاء الله يعني هو ها ما بيها دخل مساحة أو سكان لا لا دعشي دلحشي أصغر دولة كمساحة خلينا نقول طبعاً مثلا طبعاً الكويت الكويت جواب 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 صحيح وغلطت هي بالمساحة هي أصغر دولة البحرين حلو فيديو فدوة؟ فدوة وإلا ربحك ما طول تقول فدوة أنت خلي سؤال آخر لازم تربحون والله ما ويانا خاسر الله يسلمك السؤال يقول كم عدد أسنان القط؟ ما أعرفه ما وصلتني أعطيك خيارات؟ أعطيني خيارات 20 30 40 20 وياه وياه الجواب هو قلت لك انا تقسيم اثنين انا 20 و40 اليوم الا ربحك السؤال اللي بعده يقول زين كم عدد الجيوب الانفيه عند الانسان؟ هم سهل معروف 100 جيوب الانفيه 100 ثانية نعم قناة الرشيد بس العفو عندي لقاء لا لا ارجع شعري العفو بس عندي لقاء مامي وبابي جاي ينتظروني ليش في النهار؟ شوفي النهار يعني هسه مستعجله لازم اي مامي بابي جاي ينتظروني بس لحظه شنو اصغر دوله بالعالم تعرفيها؟ فما بيجي البحرين فما بيجي البحرين بس اسالها سؤال قلنا روحوا فضلها لا لا بس سؤال واحد يعني ما اطول بس سؤال واحد سؤال يعني بس واحد سؤال واحد بس ليش ما تقدر موقف فيه؟ بس معلي سؤال واحد ما اطول يعني بس انا ما اعتب عليه اعتب عليه هو لا لا بس اسمع هو اللي صار هو اللي دام البرنامج انا ما عندي مشكله وياك هسه راح اكمل وراك انا ما عندي مشكله عاد انا عندي ثار وياك شفت اربع اسئله خسرنا منها كلينا انا اربع اسئله عوف الاسئله عوف الجهاز هذا كان ودي انه التقي وياك بس بس على هالموقف هذا خلاص الدوري لا اتشرف اني انت الشرف رحم الله والديك ممنون لا بس اسمح لي بس اسمح لي اشكرك بس احكي وياه انت اشكرك لا يعني ما له داعي انت قاعد لا لا بس مامي بابي جاي ينتظرني ايش النمر بابي يلا بابي يلا بابي شوف ايش لابسه وروح باي على الحيوان بس اسمح لي لابسه وروح باي على الحيوان بس اسمح لي لابسه هلا اديش بيش بس سؤال واحد اوف الخاله زاحه هو انت زاحه لا 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 هو انت زاحه شنو ولا احنا ما نريد بس اسمح لي بس اسمح لي يا اخوي صلي على النبي لا مو انت بس صلي على النبي بس صلي على النبي لا ايش تقول لي يعني انت انا ما اعرفك يا لك جتك معصت لك احكايتي راس اغلبت علينا عدوتي ترى بس اسمح لا ما ترهم ما ترهم شو اسمح لي ما ترهم عدولتها امشي امشي عافيه عدوتي بس اسمح خاف من عدولتها بس اسمح لي بس اسمح بس اسمح لي بس اسمح لي اسمح لك انت ايش بقيت انت زين زين تعال اقول لك تعطيني باشا هذا مقلب تعال صدق تعال والله مقلب يا وياكم الاثنين ويانا من ضمن الكادر وانت ايش فيك جد ايدك ذا تتعارك لا شيء ويانا تعال تعال بوسيها معوده اركضي صدق والله ويانا